التراجع ده من وجهة نظرك اسبابه ايه؟ وانت بتقول لي اصل اللعيبه مش قادره تستوعب، قلت لي انا فهمت كده من كلامك انه ناشئين الزمالك طالعين بلعين، ناشئين الاسماعيلي طالعين فاهمين وبلعين كويس قوي يعني اسماعيلي. تمام، واضح ان انت بتتكلم على اللي جاي من بره. اه طبعا اللي جاي من بره مش طبعًا. فاهم طبعا، ما هو اللي جاي من بره. ولو ان هقول لك على حاجه دايما انا بقولها، اتفضل. كنت احس انه اي لعيب يجي الاسماعيليه، انا اسف في التعبير اللي هقوله يعني، لو هو يعني عايز انتقي الكلام، اقول اللي انت عايزه، ما بيبقاش بيعرف يباصي. تمام، بيجي النادي الاسماعيلي بيبقى نجم النجوم، بحس ان هو اتعجن عجنه كده، يبقى حريف ولعيب وكورته حلوه وممتع. شفت انا ايه مثالين ثلاثه اللعيبه كانوا على قدهم راحوا الاسماعيلي بقوا حاجه جامده جدا جدا. والسواد الاعظم بقى من اللعيبه لما كانت بتروح الاسماعيلي وهم عندهم كوره بقى وواقفين على رجلهم كويس، لا بيبسطوا الدنيا. فدايما اقول الاسماعيليه دي او كره الاسماعيلي فيها حاجه غير اي كره تانية. افتقدناها ليه؟ ايوه بالظبط، افتقدناها ليه؟ شوف الاجيال كلها اللي جت نادي الاسماعيلي من بره، نادي الاسماعيلي زي ما انت بتقول، وبييجوا في البدايات ما بيكونوش بيلعبوا كره جميله. أيوة. بس مع مرور الوقت بممتعين. ايه ده، هم دول اللي بالظبط. ليه بقى؟ لان هو في الوقت ده دخل في وسط مجموعه كبيره. لما بتتكلم على 7-8 نجوم منتخب مصر او نجوم اجيال كبيره، تيجي نعد كده، كان في جيل كان لا ما تعدش، عماد النحاس ما ننساش حد، ومحمد بركات واسلام الشاطر وسيد معوض، هتنسى حد؟ لا يعني مش هنسى. وباسيو وباسيو والكابتن بقى الكبير ها اللي مش واخد حقه، محمد حمص. لا حمص يا برافو عليك، اي جيل بيتقال ويروح ويجي ولاعيبه محترمه كلها. وطبص انا اي حد يمشي، يروح الاهلي يروح الجن الازرق ما يهمنيش، اهم حاجه بيخلص لك ولا ما بيخلصكش، هي دي اللي تهمني. انا مش طالع في تلفزيون عشان انتقد لعيب او اقول على لعيب كذا كذا كذا. صدقني اللعيبه الجيل ده اخلص وخد بطوله ومتع الجمهور المصري مش الجمهور الاسماعيلي. أيوه. الجيل ده من افضل الاجيال اللي جت نادي الاسماعيلي طبعا، واجيال قبلها. وعلى فكره كان في استمراريه بعد الجيل ده. يعني كان في استمراريه بقى جيل 2003 و2004 كمان اللي مع بركات ده، عمرو فهيم الغزال وبركات مع بص ابراهيم ما بنعرفش، بس انت خد بالك ما بنعرفش نحافظ على انت شاطر، انت شاطر. حتى كابتن كبير كابتن محسن صالح، توصيفك لفكره انه اللعيب حتى هو موجود عندي مخلص، دي فيها اشاره انه البعض قد يكون متواجد وغير مخلص. ده 100% 100%. بص انا اقول لك الحاجه وانا صريح يعني، الكوره النهارده بنسبه 90% بقت بزنس. بزنس بمعنى النهارده السمسار الفلاني هيوديني النادي الفلاني وهيجيب لي اعلى سعر هروح. نادي الاسماعيلي ميزته في التاريخ كله العين اللي كانت بتجيب اللعيب اللي هيجي نادي الاسماعيلي يخش جوه ال7-8 اللي قلت لك عليهم هيبقى واحد احسن منهم. صح. وده ضربنا مثلا، هقول لك كابتن محمد بركات لسه متفرج له على اللقاء، قال لك انا جماهير الاسماعيلي اكلنا لها كل الحب والاحترام ليه؟ لان هو قال لك في حديثه انا كنت جاي مبطل، انا كنت جاي رجلي مين اللي جابه؟ العين اللي شافته وجابته من نادي السكه الحديد بقى محمد بركات. بقى محمد بركات هو من افضل اللعيبه جت على تاريخ الكره المصريه. لما نيجي نذكر هنقول مين السبب في ده؟ نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي. مين السبب في وجود احمد فتحي في المكانه اللي هو فيها؟ نادي الاسماعيلي. مين السبب في وجود حسني عبد الرب اللهم لك الحمد؟ نادي الاسماعيلي. عد مين؟ كابتن عماد النحاس. انا ممكن اعد كل اللعيبه دي مين؟ لا ما انا بس معلش. مين اللي ليه فضل بعد ربنا لصناعه النجوم دي كلها؟